في المقابل انا يعني حقيقه اليوم كله اسمحوا لي طولت لا 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 اليوم والله اليوم اعيش في في من امس في 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 يعني ربكه مثل ما شفنا الان الجانب يعني السلبي في هذه التغريده ايضا هناك جانب ايجابي لي انا شخصيه مباركه قدمت لي في تغريده من يعني اسطوره وعميد وزعيم ومعلمي واستاذي وقدوتي ومش لي نواف الخالدي فقط بل لكل حراس المرمى اللي في اسيا من الكابتن محمد دعيع اللي 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 ارسل لي مباركه في في يمكن هي كلمتين ها يعني مبروك يا سيد الحراس والله انا والله يا عبد الرحمن وانت تستاهل والله لا لا والله والله بقول شيء من امس وانا ماني عارف حقيقه ارض لان طبعا يعني وصفني في وصف اكبر تبي واكثر تبي واعلم ما استحق وهذا الثناء او هذه الكلمه لما تطلع من الكابتن محمد دعيع مباركه في كل روح رياضيه ووصف اي سيد يا ابو عبد العزيز في 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 حضورك والله العين ما تعلى على الحاجب نعم فيك يا نواف ونعم بالكابتن اي مدح يا ترى زين اي مدح يا ترى مني يعطيك حقك المستحق كاسطوره زين نواف وزعيم وعميد حراس مرمى اسيا شكرا للكابتن محمد دعيع ويعلم الله ما لي الا يعني الصمت لان الكلمات ابد مهما اقول ما راح يعني اقدر اصف شعوري زين نواف هذه فرحة. نواف ما في بيت قصيده من شطر من بيت يعني كذي حق فوز الهلال شطر مو جاهز خلينا ناخذ نفس خلينا اقول اخذ نفس اقول انزين انزين